اليوم مولانا رسائل متعددة واصلتني مولانا سيدنا، هذه الأبحاث اللي أنتم تطرحونه في فقه المرأة أو في فقه غير المرأة أدى بالبعض أن يشكك في عقيدة، أدى ببعض الأخوات أن ينزعوا شنو حجابهم، أدى 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 إلى غير ذلك. فرجاء أنه هذا بينوا للناس، أقوله صريحا أعزائي، هذه أبحاث علمية تخصصية وليست فتاوى فقهية ولا فتاوى عقائدية حتى تعملون عليها وترتبون عليها الأثر. ولهذا اللي عنده قدرة عالية على فهمها فليستمع، وإلا إذا واقعا تؤدي به إلى التشكيك إلى كذا لما يحق له أن يستمع إلى مثل هذه الأبحاث. هذه دروس موجودة للمختصين، هذه بحوث تسمى بحث الخارج في الحوزات العلمية. نعم إلا أن يقول قال سيدة أصلا لا تخليها على الماذا؟ على المواقع. الجواب لا معنى لذلك. لماذا؟ لأنه يوجد الآلاف بل عشرات الآلاف ممن ينتفعون بهذه الأبحاث، لا معنى لأن نمنع هذه الأبحاث عنهم، لأنه يوجد بعض الناس لا يستطيعون الاستفادة.